كلنا عارفين قد ايه بيمثل شارع المعز لدين الله الفاطمي من قيمه اثريه وتاريخيه وسياحيه ايضا بالنسبه لفسطاط مصر القديمه. الشارع ده بيمتد بعرض مدينه الفسطاط وفيه كل المظاهر او كل المعالم المهمه. عايز اقول لكم ان في مقصد سياحي واثري بيتم العمل على تطوير وتجميله في القاهره القديمه هو شارع الاشراف. شارع الاشراف ده بيضاهي شارع المعز في عظم تراثه وفي جماله الأثري. دلوقتي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أصبحت هي المسؤولة عن صيانة وأمن شارع الأشرف في حي الخليفة وكمان حديقة أنديل أم هاشم بالسيدة زينب. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل هذا الأمر. معنا اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على الهاتف مباشرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف تحديدا ما تم العمل عليه في هذا الشارع علشان نحافظ عليه كأيقونة تراثية وأثرية جميلة. كلمنا عن دوركم، يعني عملتوا ايه؟ تمام يا فندم. هو طبعا الشارع ده شارع الأشراف، بيبدأ من عند ستنا نفيسة بينتهي في شوارع داخلية، شارع واحد رئيسي داخلي بيوصل لستنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. تم رفع كفاءة الشارع ده بالكامل، المباني الأثرية اللي فيه، المقامات اللي فيه، ومعظم مقامات لقلب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طبعا بتكليف مباشر من سياده المحافظ اللي هو خالد عبد العال، تم توقيع بروتوكول بالامس بين الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره وبين نائب محافظ المنطقه الجنوبيه المهندسه شيهان عبد المنعم للقيام بالحفاظ على المستوى اللي الشارع وصل. احنا هنبقى مسؤولين عن نظافته، مسؤولين عن امنه، مسؤولين عن تشغيله في المسافه من ستنا نفيسه لستنا زينب ان شاء الله. سياده اللواء، لما نيجي نقول شارع الاشراف او زي ما الناس بتقول عليه بقيع مصر بكل الاضرحه اللي موجوده فيه، ده حتى الناس بتقول اللي مش عارف يروح يعني يزور في آل البيت فيه او مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، يجي هنا هيلاقي كمية من آل أو قبور من آل البيت موجودين في الشارع، بداية بقى من فاطمة خاتون، أم صالح، ابن سيرين، سيدي علي الجعفري، كل الأضرحة دي موجودة والناس بتيجي تزورها في موالد كبيرة. إزاي نقدر نحافظ على نظافة المكان، خصوصا إن إحنا عارفين إن يعني الناس بتبقى متحمسة جدا في الموالد وبتبقى في طقوس كده للموالد عندنا في مصر؟ بطمن حضراتكم بالكامل ان احنا بنشتغل في الشارع ده على مدار 24 ساعه باحدث الاجهزه بالنسبه للنظافه. بالنسبه طبعا في قرار اتاخد ان الشارع ده بالكامل ما فيش عربيات هتمشي فيه، هيبقى مرور للمشاه، هيكون في عربيات كهربائيه موجوده لنقل الوفود او الزائرين من مكان لمكان. هنحافظ عليه ان شاء الله، الامن هيكون منتشر فيه. المظهر اللي وصل له ان شاء الله باذن الله هنحافظ على انه يستمر بهذا المنظر باذن الله. اكيد. كلمنا عن حديقه انديل ام هاشم، سمعنا عنها في الدراما، هي على ارض الواقع يعني ازاي تم تطويرها وازاي تم تحديثها وازاي تم صيانه مرافقها تحديدا يا فندم؟ الحديقه دي طبعا هي بجوار مسجد ستنا زينب رضي الله عنها وارضاها. الحديقه دي المساحه بتاعتها حوالي فدان، هي دلوقتي اترفع كفائتها تماما بالنسبه للتجميل، بالنسبه للاناره، بالنسبه للنظافه. هتبتدي تستقبل الزائرين ان شاء الله باذن الله. بنفكر ان احنا هنجيب فرق انشاد فيها ان شاء الله. عظيم. في المواسم وكذا، بحيث انها تدي الطابع الديني بجوار المسجد، وهتكون هو في نهايه شارع الاشراف هيبقى البداية كده والنهاية كده بإذن الله. 4.5 مليون جنيه استثمارات اتعملت في حديقة أنديل أم هاشم، مع بقى اللاندسكيب الكبيرة جدا اللي احنا شفناها وشفنا مع بعض البرجولات اللي معمولة، المقاعد الخشبية، يمكن عدد المقاعد بيزيد عن 30 مقعد أو دكة خشبية بشكل في منتهى الرقي، الحمامات اللي مخصصة للرجال والسيدات. ازاي بنقدر نحافظ على ده، خصوصا ان احنا عارفين ان المترددين عددهم كبير جدا؟ طبعا الحديقة هيكون فيها العدد المناسب، العدد المناسب للمكان، الأمن هيكون موجود فيها، تقديم الخدمات هتكون موجودة فيها، النظافة هتكون في خلال 24 ساعة، إن شاء الله هنحافظ على الاستثمارات اللي وضعت فيها.
طيب اللي هيخالف مش عايزين نقول بقى عقوبات يعني رادعه، ولكن اللي هيخالف هل عنده غرامات؟ هل عنده الاول في علامات ارشاديه بتقول يا جماعه الخير ما تخالفوش، في اماكن لالقاء القمامه، في حاجات كده ارشاديه قبل ما نبتدي نقول للناس احنا هنعاقبكم، هنقول لهم الارشادات اللي موجوده الاول ايه؟ الهيئه دلوقتي يا فندم ماشيه في الطرين، في انا عندي العلاقات العامه موجوده في الهيئه، فيها صف من الشباب ممتازين، احنا بنشتغل على التوعيه وبنحط الحاجه المتردد او اي مكان سواء شمع اشرف او غير شمع اشرف يعني. نعم. في صناديق منتشره في كل مكان، في حملات توعيه وعن طريق حضراتكم في حملات توعيه، وعن طريقنا في العلاقات العامه في توعيه، والمخالف بالقانون بيتعمل له محضر. تاريخ الانتهاء يا فندم من هذا الامر امتى بالظبط؟ هل نقدر يعني نتسلم الشكل الكامل اللي حضراتكم خططتوه امتى؟ انا وقعت امبارح بروتوكول، هنبدا نستلم الشارع من النهارده ان شاء الله، استلمناه من امبارح بالليل، ان شاء الله في خلال اسبوع يكون الشارع منتظم باذن الله. شكل العمارة في الشارع مختلف ومميز، يعني من نقدر نقول العمارة فيه من حقب زمنية مختلفة، الشغل في أعمال النظافة وأعمال الترميم اللي كانت حاصلة بتتناسب، وطبعا احنا شايفين وعارفين شكل الشارع، العمارات القصيرة مش العمارات أو البنايات الفارهة، ده كان بيتناسب مع الطابع بتاع الشارع وحافظنا على الشكل العام بتاع الشارع؟ هو في تطوير الشارع طبعا كان المقصود منه ان احنا نجمله بنفس المظهر اللي هو فيه، بحيث ان احنا يبقى يحتفظ بالشكل التاريخي بتاعه، والكلام ده فعلا بتم. مسؤوليه الهيئه في الوقت الحالي انها تحافظ على المستوى اللي هو وصل له باعمال صيانه اول باول، لو لا قدر الله حصل حاجه بنتدخل اول باول بعمل الصيانه. ورش الارابيسك اللي موجوده يمين وشمال في الشارع متفقين معاها ازاي تتخلص من مخالفاتها؟ طبعا في بتترفع يوميا، وطبعا ما فيش اي حد يعني في الشارع اللي هو في الناس اللي شغالين في الشارع الطبيعيين ما فيش حد هيجي ناحيتهم، ولكن هنظبط الاداء معاهم ان شاء الله. اكيد. يعني هنشوف نسخه ثانيه من شارع المعز بالفعل، يعني لو احنا فعلا منعنا المرور منه وخليناه بس للمشاة، ولا هنشوف برضه نسخه هنلاقي موتوسيكلات تمشي والتكاتك عشان منعنا بس العربيات؟ ما هو انا برضه ما اعملش حاجه يا فندم وفي الاخر ايه امسك العصايه من النص، يعني الاول كان شارع المعز مقفول العربيات بالفعل، دلوقتي يعني بنشوف حاجات برضه كده في النص. كلامي غلط؟ كلامي غلط؟ الزائرين في شارع الاشرف اللي بيزوروا في شارع الاشرف اهالينا الطيبين اللي يعني مش هيكون في مخالفات ان شاء الله. ولو حصلت اي مخالفه هيكون في رد فعل سريع عشان نحافظ على المستوى اللي احنا وصلناه. اكيد. نشكرك يا فندم اللواء رابي الشرشابي رئيس الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره، نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك.